هذا العم التيمور ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن. هذه مزرعة الخال طبعا عبده. اليوم عندنا زيارة لها وجولة كذا، ناخذ لنا كم سلة ونطلع ان شاء الله. تبارك الرحمن ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. شوفوا 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 خلقة الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله.